السلام عليكم طلاب. في هذا الفيديو حناخذ أول مثال على الموضوع الأخير اللي أخذناه اللي هو قانون نيوتن الثاني الفورس كتلة في التعجيل أو سميشن فورس الام في الاي. تكلمنا بصورة من الفيديو السابق عن شنو هي الفورسز اللي حتأثر لنا على البادي، سواء كانت النورمال فورس، سواء كان الفريكشن فورس، او اذا عندنا فورس خارجيه التنشن فورس او اللي تسوي بولينج لها او الفورس البوش للبودي، كذلك الويت وعرف شلون نتعامل وياها. هذه الفورسز ممكن تكون موازيه للمحور اللي نتعامل وياه الاكس الواي، او ممكن تكون مائله بزاويه. فتكلمنا انه شلون لازم ناخذ المحاور اللي نتعامل وياها سواء كديفولت او مالي بزاويه، ونشوف يا قوه لازم نحللها ويا قوه هي اوريدي ويا المحور ما تحلل. في المثال اليوم اللي عندنا يقول two blocks connected by a light horizontal rope set at rest on a horizontal frictionless surface. Block A has a mass 15 kg and block B has mass m. A constant horizontal force F 60 newton is applied to a block A. In the first 5 seconds after the force is applied, block A moves 18 meters to the right. A, while the blocks are moving, what is the tension T in the rope that connects the two blocks? B, what is the mass of block B? We have two blocks A and B, like the picture. مثلا البلوك A الماس مالته 15 والبلوك B الماس مالته M. فحد نجي نعرف نقول الماس مال A 15 كيلوغرام. اوكي الماس بال بي البلوك بي اللي هو ام. اوكي يقول لك القوه قيمتها اف 60، هذا بي الاف 60 نيوتن مربوطه على البلوك اي سحبته نحو اليمين، بحيث انه بالفيرست 5 سكند اول 5 ثواني البلوك اي يتحرك 18 متر to the right، يعني بالدلتا تي اللي هو 5 سكند، يعني هو كان ات ريست لما اثرت عليه القوة تحرك 18 متر بخمس ثواني، يعني الدلتا تي 5 والدلتا اكس مال تي 18 متر. المطلب الاول يقول while the blocks are moving what is the tension T in the rope that connects the two blocks. بينما هذني دي يتحرك ان الاف مو سحبة الاي، بما انه الاي مرتبط بواير او كيبل ويا البي، فاكيد البي حيتحرك بسبب تأثير حركة الاي. فيقول لك اثناء ما دي يتحرك ايش قد كان قيمة التي هذا او هذا هو التي تنشن كيبل، ايش قد قيمة التي؟ والمطلب الثاني ايش قد الماس مالته؟ فعرفنا انه عندنا الكتلة مال اي 15 كيلوغرام، الكتلة مال بي مجهولة، القوة اللي تأثر الاف هاي 60، دلتا تي 5 سكند والدلتا اكس 18. بنيجي هسه شو نسوي؟ نيجي هسه او شيء دائما لما نيجي نحل نحاول نرسم فري بودي دايجرام حتى يسهلنا الحال. بما انه هنا عندي يعني تو اوبجكتس مفصولات، فاذا لازم ارسم تو فري بودي دايجرام، واحد للاي وواحد للبي. بنيجي نسوي شيء للاي، الاي هذا البلوك مالت الاي. عرفنا انه انا عندي مجموعه من ما انه دا يتحرك على سيرفس فريكشنلس، اذا انا عندي مجموعه من الفورسز الثوابت لازم اخليها. اول شيء قلنا دائما اني الفورس عفوا البادي اللي مستقر على السيرفس اكو رياكشن دا يصير نورمالي او عمودي من السطح على هذا البادي، اذا سميناه نورمال فورس. اذا معناه عندي هنا ان اي اللي هي النورمال فورس مال اي الناتجة من الرياكشن مال السيرفس على البودي. بنفس الوقت انا شنو عندي؟ عندي الويت مال ماتي اللي هو تأثير الكتلة اللي هو الماس ماتي في الجاذبية، كتلة في مقدار الجاذبية الجرافيتي اللي هو الماس. من اليمين شنو عندي؟ انا عندي فورس اف، انا عندي قوة خارجية اف اللي هي فورسز تسحب لي البلوك. وما انه انا عندي هنا كيبل يربط بين تو بلوكس، اذا هذا تاثير الكيبل عليه حيكون دائما عكس اتجاه تاثير القوه الخارجيه. بما انه الاف دا يتحرك لليمين، اذا معناه مقدار تاثير التي حيكون لليسار. هذا يا بلوك، هذا بلوك اي. اوكي فبلوك اي
شنو الفورس؟ عندي نورمال فورس عمودي على السطح، بنفس الوقت عندي الويت ماشي اللي ام اف جي، عندي اليمين الاف الفورس اللي دا تسحب لي، وما انه انا عندي كيبل يربط ما بين البلوك اي والبلوك بي، فالتي هنا حيكون عندي اتجاهها عكس اتجاه قيمة الاف. بنفس الوقت انا عندي بلوك بي، بلوك بي اللي نرسمه حيكون اصغر. ايضا عندي ثوابت، الثابت الاول نورمال فورس اللي هو الان للبي، عندي الويت مالته الاسفل الام بي في جي، وبنفس الوقت اني ما انه مربوط ايضا مع بلوك بي، فاتجاه تاثير الكيبل هذا على البي حيكون باتجاه تاثير الحركه اللي هو على اليمين، فهذا هو نفسه التي، فالتي اللي على الاي لليسار التي على البي لليمين، هذا يا بلوك هذا بلوك. نجي هسه نتعامل ويا الموضوع. اول شيء يريد؟ يريد اول شيء ايش قد قيمة التي؟ قيمة التي هنا شلون نطلعها؟ قيمة التي هنا حنعتمد على مقدار الفورسز اللي موجودة على البلوكس، وعلى مقدار التغير بالحركة اللي صار. يعني المطلب اي حنقول له مجموع الفورسز اللي تأثر على اي هو الكتلة مالته على محور اكس في التعجيل. مجموع السميشن اف هو الام على محور الاكس في الاي اللي هي الحركة، وين الحركة على محور الاكس. تمام، نجي نشوف شنو الفورسز عندي. انا عندي اف لليمين اللي حتكون اتجاه الحركة اللي حتكون اكبر لانه صار اثرت بتأثير، صار عندي حركة في اكبر من تي، فنقول له اف ماينس تي شو يساوي لي؟ الكتلة مال البلوك اي اللي صار بالحركة في التعجيل. اوكي زين، الاف عندي تي نريدها، كتلة عندي التعجيل ما عندي، اذا شطر اضطر اني استخدم قانون اخر، قانون اخر اوجد قيمة الاي حتى اجي اعوضه هنا اللي هو مقدار التعجيل اللي تحرك بيه بلوك اي والبلوك بي لانها مربوطات بنفس الكيبل، ماكو اي عائق بيناتهم ممكن يأثر لي على حركة البلوك بي نسبة لاي، حتى شنو بعدها اجي اعوض. وين احنا نرجع هسه؟ هنا احنا نرجع الى قوانين الحركة بتأجيل ثابت اللي هو اللي اخذناها بالمحاضرات السابقة. فالقانون شو يقول؟ اكس ناقص اكس دوت يساوي في دوت اكس في تي زائد نصف في الحركة على الاكس تأجيل يعني في التي. نستخدم هذا القانون نعتمد على المتغيرات اللي اعطانا اياها اللي هو الدلتا تي 5 سكند والدلتا اكس 18 حتى نوجد هذا. فنجي نقول ما انه احنا هنا ما قال لنا بدل من الصفر، لكنه هو حيكون هو ات ريست، فبتاثير القوه تحرك، اذا معنى هذا حيكون صفر. فدلتا اكس هو 5 يساوي نصف في الاي احنا نريده في عفوا الدلتا اكس مقدار التغير بالهذا 18 الدلتا اكس مقدار الحركه تغير المسافه تحركت في نصف في الاي اكس في التي، التي هو ايش قال دلتا اكس 5 تربيع. نجي من هنا نستخرج قيمه الاي، الاي حتكون قيمتها تقريبا 1.44 متر على الثانيه تربيع. اذا من قوانين الحركه على خط مستقيم استخدمنا هذا القانون، عوضنا دلتا اكس 18 هذا بدا من صفر فقيمته صفر، نصف في التعجير في دلتا تي 5 في الاي هو 1.44. اوكي قيمه هذا التعجيل، هذا التعجيل شو حنسوي؟ حنيجي هنا نعوضه بهذا القانون، شو حيكون؟ الاف اللي هي حتكون قيمتها 60 ناقص التي اللي هو التنشن بالكيبل الريده يساوي الكتلة مال اي 15 مال بلوك اي في قيمة التعجيل 1.44. كل المتغيرات عندنا، بقى شنو بس نعوض ونطلع قيمة التي، تطلع قيمة التي اللي هو التنشن بالكيبل ما بين البلوك اي و بي حتكون قيمته 38.4 نيوتن. قيمة التي 38.4 نيوتن. اذا الحركة اللي دا تصير او التنشن دا يصير بالكيبل ما بين البلوكين مقدار 38.4 دا يأثر على الاي باتجاه اليسار وعلى البي باتجاه اليمين. فاذا شفنا
احنا فرضنا انه الاف اكبر لازم، فقط انه صحيح اكبر الاف، ليش؟ لانه الاوديوس اوريدي بيقول لك بده يتحرك نحو اليمين، اذا لازم الاف اكبر من تي. المطلب بي شو يريد؟ المطلب بي نرجع يقول لك هسه ايش قد الماس مال بي؟ الماس مال بي احنا نرجع لقوانين نيوتن اللي هو يقول لك سميشن فورسز، اللي هنا عندنا فقط التي حتاثر البلوك بي، شو حيساوي؟ كتله في التاكيد، فالكتله مال بي في الاي. الاي ايش قد؟ الاي هي نفسها طلعناها بمطلب اي، ليش؟ لانه البلوك بي ده يمشي او ده يتحرك بنفس تاثير البلوك اي، يعني بنفس السرعه، عفوا بنفس التاجيل، يتحرك بنفس التاجيل، لانه الفورس اف ده اثرت على الاي، والاي مربوط بالبلوك بي عن طريق التنشن تي، وماكو اي عامل اخر ممكن ياثر عليها، فيتحركوا بنفس التاجيل. لان اول مباشره التي اللي هو طلعناها 38.4 كتلة مال بي نريدها في التأجيل اللي هو 1.44. إذا فقط عندنا الكتلة للبي مجهولة، فالإم بي حتكون قيمتها 26.6 كيلوغرام. كتلة البي 26.6 كيلوغرام، اللي هو 38.4 على 1.44 طلع الكتله مالته 26. فاذا هنا استخدمنا قوانين الحركه بتعجيل ثابت زائدا قوانين نيوتن الثاني، وعرفنا تاثير الاف والتنشن والمجموع الفورسز اللي عندنا، حليناها طلعنا قيمه التنشن كيبل الموجود وقيمه البلوك والماس مال البلوك بي.